حقيقة اليوم الرئيس مسعود بارزاني حذر تحذير شديد في برنامج حوار سياسي عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، حذر بأن الديمقراطية في خطر. أنا خلي أسمع جزء، هو تحدث عن الهجمات اللي صارت، خلينا نسمع بعدين راح نلتقي السيدة نوال الموسوي للتعقيب على آخر التصريحات. خلينا نشوف. إذا أردنا مثلا الحديث عن المسائل الاستراتيجية، يعني عندما نقول مسائل استراتيجية ربما يكون الموضوع عام، ولكن ما هي أبرز ما أبرز ما يقف أمام وحدة الصف الكردي؟ مثلا لا يجوز المساومة على كيان الأقليم، لا يجوز التعاون مع من يريد تفكيك الأقليم، لا يجوز التحالف مع من يريد إنهاء الأقليم. هذه المسألة الاستراتيجية. الحادث الذي حصل مؤخرا والذي أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص بسبب هجوم إيراني، إيران تتهمكم بأنكم وفرتم ملجأ لأعدائها، يعني كيف تردون على هذه الاتهامات؟ إنها اتهامات باطلة، وإيران تعرف قبل غيرها أن هذه اتهامات باطلة. نعم أنا ولدت في مهابات، نعم، ولم نرغب في يوم من الأيام أن تكون هناك علاقات متوترة مع إيران، ولم نسمح بأن يكون الأقليم مكان لتهديد أمن إيران. منذ 2020 أو 2021 ولغاية اليوم تعرضت أربيل كمدينة وكمحافظة ل 143 هجوم بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية من قبل إيران أو من أتباع إيران، ودائما تبرر هذه الجرائم لأن هناك مراكز استخبارات دولية وتحديدا يحددون أنه الموساد أو المعارضة الكردية اللي موجودة في كردستان في الأقليم. أنا متأكد لو كان هناك مقر للموساد ما كانوا يجرؤون على أن يضربوه. هم عجزوا عن الرد على الأقوياء، ولتبرير فشلهم في الداخل بعض الأطراف في إيران، لتبرير فشلهم في الداخل اتهموا أربيل بأن تأوي المعارضة الإيرانية وغير ذلك. ضرب عائلة بريئة مسالمة وقتل بنت عمرها 11 شهرا، هل هذه يعني هذه جريمة نكراء؟ ويصرون على أنه ضربوا وقتلوا ضابط موساد. نعم. فلذلك اتهامات باطلة و لا أساس له. بالنسبة للمعارضة الإيرانية، المعارضة كانت موجودة منذ 50 سنة، وبناء على اتفاق ثلاثي بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الأقليم وإيران، واستجابة المعارضة الإيرانية الكردية، تم سحب كل قواتهم من المناطق الحدودية ورجعوا إلى مناطق سكنية في أطراف أربيل، وهذا تم بناء على اتفاق. نعم. فلذلك يعني اتهامات إيران الحقيقة اتهامات باطلة، ونحن لم نرغب في يوم من الأيام أن تتوتر العلاقة مع إيران. لكن أنا أيضا أستغرب لماذا إيران اختارت هذا النهج. طيب هل قامت الحكومة الاتحادية بما يجب للرد على ما حدث في أربيل؟ تحركت، لكن في الحقيقة النتيجة يعني تحرك ما كان بمستوى الجريمة اللي ارتكبت. نعم. طيب الجدل اليوم في العراق كله يدور حول مسألة انسحاب قوات التحالف، دعنا نكون أكثر صراحة، انسحاب الأمريكيين من العراق، هل هذا الأمر يقلق الكرد؟ ربما نفس السيناريو يتكرر اللي حصل في سنة 2011 عندما انسحبت القوات الأمريكية وانسحبت مع قوات التحالف. بعد فترة شفنا داعش احتل تقريبا ثلث العراق ودخل العراق وكادوا بيحتلون كل العراق، ولولا دعم التحالف لكان الوضع يختلف. طبعا هناك كان هناك اتفاق بين الحكومة الفيدرالية وأمريكا والتحالف، طبعا مر على هذا الاتفاق 10 سنوات، ربما هذا الاتفاق يحتاج إلى مراجعة
لكن هذا من اختصاص الحكومة الفدرالية والأجهزة المختصة وليس من اختصاص فصائل أو جماعات هي تقرر. إذن يعني من الواضح أنه الرئيس مسعود بارزاني يتحدث بصراحة واضحة بأن الوضع يعني هو وصف ما صدر من النظام الإيراني بأنها أكاذيب، وحذر بأنه ما معناه أنه إذا الآن نقول لقوات تحالف، ما احنا طلعنا قبلها قوات تحالف 2011 طبت لنا داعش، يعني لازم يكون هناك استعداد من الحكومة الاتحادية، علما أنه هو حذر بأنه يرى الديمقراطية ليست في الإقليم فقط وإنما في العراق ككل في خطر.